أبا الهادي إليك القلب يهفو كهفو الطير رثرفة وجنحا عظيم أنت وصفك جل معنا منيع يكبح الألباب كبحا به الشعراء قد ثملوا ولما يذوقوا من دنان الوصف قدحا جواد صاغ جودك كل جود ولولا أنت معنا جودي يمحى يا باب المراد وفي لله وفيت عهدا ومن ذا مثلكم وفى وضحى أبي أنت لم ترك لظلم رفضت الظلم تصريحا ولمحا ويا دمثا بك الأخلاق لاذ لتحبي من لدى شفتيك رشحا بجيم الجود جد فجل اسم دعاك به إله الخلق مدحا أتى رمضان أتى أتى رمضان مزرعة العباد لتطهير القلوب لتطهير القلوب من الفساد فأدِّ حقوقه قولا وفعلا وزادك فاتخذه للمعاد فمن زرع الحبوب وما فمن زرع الحبوب وما سقاها تأوه نادما يوم الحصاد يوم الحصاد يوم الحصاد الله.
اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين. سادتي أحبتي مشاهدي قناة كربلاء الفضائية، متابعي برنامج باب المراد، أسعد الله أيامكم وكل عام وأنتم بألف خير إن شاء الله تعالى مع حلول شهر الخير والبركة، شهر رمضان المبارك. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، وتقبل الله منا ومنكم إن شاء الله تعالى قيامنا وصيامنا في ليالي وأيام هذا الشهر المبارك. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لكل خير في شهر رمضان المبارك، وجعله الله عز وجل شهر خير وبركة ورحمة وقضاء لحوائج المؤمنين والمؤمنات وشفاء للمرضى إن شاء الله تعالى، وجعله الله غافرا لذنوبنا وساترا لعيوبنا في هذه الأيام المباركة إن شاء الله تعالى. أيام حقيقة ليست كباقي الأيام، كما وصفها روحي له الفداء أبا الزهراء محمد صلى الله عليه وآله وسلم في خطبته وهو يستقبل شهر رمضان، حيث قال: شهر هو عند الله من أفضل الشهور، وأيامه أفضل الأيام، وساعته أفضل الساعات. نعم، هو الفرصة الثمينة التي يسعى المؤمنون والمؤمنات لاغتنامها خير اغتنام واستثمارها خير استثمار. دعونا أيها الأحبة نعمل جاهدين ونكثف جهودنا في هذا الشهر المبارك الفضيل، ليس كباقي الأيام، ليكن إنجازنا بأعلى مستوياته في هذا الشهر الكريم من قراءة للقرآن الكريم وامتثالا لأوامر الله عز وجل بطاعة الله والامتثال لأوامره وتجنب معاصيه. وكما ذكر في هذا الشهر المبارك إنه من أفضل الأعمال في شهر رمضان المبارك هو الورع عن محارم الله. وإذا أردنا أن نبسط مفهوم الورع عن محارم الله، هو ما قيل أنه لا يرانا الله عز وجل حيث نهانا، بل يرانا الله عز وجل حيث أمرنا. أي أين أراد الله عز وجل أن نعمل، وأين أراد الله عز وجل أن نطيعه، فيرانا الله عز وجل في هذه الأماكن المباركة. وذكرنا أن كل إنسان وكل فرد من المؤمنين والمؤمنات في أيام السنة من بدايتها وحتى ختام السنة هنالك جملة من الأعمال، جملة من السلوكيات التي تصدر عنا في مختلف الساعات، في مختلف الأيام ومختلف الشهور. ولكن هذه السلوكيات قد تكون منها سلوكيات إيجابية، سلوكيات حسنة محمودة، وهنالك بالمقابل سلوكيات سيئة، سلوكيات مذمومة، سلوكيات سيئة، وما إلى آخره من الوصف الذي ممكن أن نصفه به هذه السلوكيات. وذكرنا في حلقة سابقة أنه من بين السلوكيات التي يجب أن نعمل جاهدين على أن تكون سائدة في أيام شهر رمضان، ألا وهي تلاوة القرآن الكريم. وأكدنا ما ورد في هذه الخصوصية من أحاديث وروايات لأهل البيت سلام الله تعالى عليهم. ولكن اليوم أريد أن أذكر نقطة هامة نوهت إليها في الحلقات الماضية، ألا وهي الاهتمام بالفقراء والمساكين، وهي من العادات والسلوكيات الحسنة في مجتمعنا خلال شهر رمضان. ولله الحمد اليوم أصبحت وسائل التواصل الاجتماعي خير دليل لشواهد كثيرة نرى من خلالها منشورات، كأن تكون صور أو فيديوهات تجسد لنا هذه السلوكيات الحسنة من سعي متواصل ودؤوب لمنظمات من منظمات المجتمع المدني، وكذلك سعي لمؤسسات خيرية تقوم بأعمال متواصلة بمساعدة الفقراء والمساكين ممن هم حولهم.
وسواء كانوا من ذوي الأرحام أو من قاطني نفس الحي أو من أهل المدينة أو القرية. ولا ننسى من بين السلوكيات الحسنة التي يجب أن ننشطها ونفعلها في ليالي شهر رمضان المبارك، وهي تنشيط الزيارات. من العادات والسلوكيات الحسنة في شهر رمضان ما نلاحظه في مجتمعنا من الاهتمام بزيارة الأرحام. وأؤكد هنا إلى نقطة مهمة حقيقة، وأنا مقبل إلى العتبة الكاظمية المقدسة، وإذا بي أرى ما شاء الله، اللهم صل على محمد وآل محمد. وكما ترون أيها الأخوة أيها الأخوات، وأنتم تتابعون معنا هذه الحلقة المباشرة التي تأتيكم من رحاب الإمامين الجوادين من مرقد موسى والجواد من رحاب الصحن الطاهري لهذين الإمامين سلام الله تعالى عليهما، الجموع الغفيرة للمؤمنين والمؤمنات للوافدين في هذه الليالي. وهنا تجسيد لقول الرسول الأكرم ومطلبه منا، حيث قال في كتاب الله عز وجل، أو قيل في كتاب الله عز وجل، وهو يخص نبينا الأكرم، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، وهو المودة في قرابة رسول الله. وهنا الإمامين الجوادين وهذا ضريحهما الطاهر الذي ضم جثمان سيدي ومولاي راهب بني هاشم الإمام موسى بن جعفر سلام الله تعالى عليه، وكذلك رفاته وجثمان حفيده الإمام محمد بن علي الجواد. ولا ننسى هنالك جملة من العلماء، جملة من الأوصياء الذين قد جاوروا الإمامين الجوادين، وأذكر على سبيل الذكر منهم الشيخ المفيد وأستاذه ابن قولويه، وكذلك الشيخ نصير الدين الطوسي في الجهة الأخرى من الحرم ومن المرقد. نعم، وأختم قولي وأنا أذكر لكم جملة من السلوكيات الحسنة التي يجب أن نفعلها في ليالي شهر رمضان لتصبح لنا عادات مترسخة في سلوكياتنا على مدار أيام السنة، وهو تنشيط الزيارات وزيارة ذوي الأرحام. وهنا حث النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم على زيارة الأرحام في هذا الشهر المبارك، إذ يقول صلى الله عليه وآله وسلم: من وصل فيه رحمه وصله الله برحمته يوم يلقاه، ومن قطع فيه رحمه قطع الله عنه رحمته يوم يلقاه. وكما ورد الحث في زيارة المؤمنين والأصدقاء، فقد روي عن النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم قوله: من زار أخاه المؤمن إلى منزله لا حاجة منه إليه كتبه أو كتب من زوار الله، وكان حقيقا على الله أن يكرم زواره. نعم، الزيارة تثبت المودة. وكان هنالك قول للإمام الصادق عليه السلام: ما زار مسلم أخاه المسلم في الله ولله إلا ناداه الله عز وجل: أيها الزائر طبت وطابت لك الجنة. إذن أيها الأحبة، خير ما نجسد به قولنا هذا في زيارة ذوي الأرحام واليوم معنا في هذا البرنامج هو زيارة الإمامين الجوادين. وهذا البرنامج حقيقة هي فرصة لكل من تعسر عليه الوصول إلى حضرة الإمامين الجوادين. هذه الروضة المباركة كما ترونها الآن، وكما ينقلها إليكم زملائي كادر برنامج باب المراد، جزاهم الله خير الجزاء وتقبل الله أعمالهم من مصورين ومساعدي مصورين، وكذلك من مخرج ومهندس صوت ومهندس بث ومونتير، وكل العاملين إن شاء الله تعالى في هذه القناة المباركة. هم حريصون دائما على أن يضعونكم في هذه الصورة المشرقة النورانية للعتبات المقدسة. وها نحن إذ ننقل إليكم صورا حية من مرقد الإمامين الجوادين سلام الله تعالى عليهما. من خلال الأرقام المعدة لكم إن شاء الله تعالى في أسفل الشاشة تتمكنون وباستطاعتكم إن شاء الله تعالى أن تتصلوا بالبرنامج، أن تسلموا على الإمامين الجوادين، أن تحيوا الإمامين الجوادين سلام الله تعالى عليهما، وأن
تقرأوا بعض كلمات الزيارة وتقلدون خادمكم أنا وزملائي الزيارة لننوب عنكم إن شاء الله تعالى بزيارة الإمامين الجوادين على بركة الله. نستقبل أول الاتصالات الأخت أم علي من بغداد ويعلو نداءنا معكم يا أم علي ومع جميع المتصلين. يا باب المراد يا باب المراد يا باب المراد. السلام عليكم وحياكم الله وتقبل الله طاعاتكم. يا باب المراد يا باب المراد السلام عليك يا سيدي يا مولاي يا باب المراد يا موسى بن جعفر يا باب الحوائج يا قاضي الحاجات السلام عليك وعلى فلذة كبدك الإمام الإمام علي بن موسى الرضا شمس الشموس الغريب بأرض طوس السلام عليك وعلى حفيدك الإمام محمد الجواد زهرة شباب أهل الجنة السلام عليك وعلى سيدتي ومولاتي فاطمة المعصومة عليها السلام السلام عليك وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين قدتم مطابة الأرض التي دفنتم فيها وفزتم والله فوزا عظيما سيدي ومولاي يا موسى بن جعفر يا قاضي بغداد يا طبيب بغداد العلوية أم علي مقبلة على عملية وريد توقف على عمليتي يا سيدي يا مولاي وأنتم أسرار النجاح وأنتم أبواب الكرم وأنتم الواسطة ما بيننا وبين رحمة الله الواسعة يا سيدي يا مولاي أسأل من الله أن الشافيني والشافي كل مريض يا سيدي يا مولاي أنا باتني أن أهني العالم الإسلامي ومراجعنا العظام بحلول شهر رمضان المبارك شهر الخير والعطاء والرحمة أسأل من الله أن يعيد علينا وعلى أمة محمد آمين آمين يا رب العالمين والرضا اللهم صل على محمد والبركة يا رب. أنتم أبواب الرحمة يا رب. أنتم ناصبتنا إلى الله يا الله شكرا لله على هذا التوفيق شكرا لله الشكر لكم ولدعواتكم الطيبة المباركة اللي من خلالها احنا نستمر ونقدم كربلاء الله يحفظكم نشكركم ونشكر نشكر سعيكم إن شاء الله الله يبارك فيكم يا رب الله من إن شاء الله جزاكم الله خير تحت راية الإمام الحجة آمين ومن آمين. أنصار الحجة آمين يا رب العالمين العافية أنا الله يعافيكم الدعاء والزيارة يا وليدي نعم. الله يسلمك يا أستاذ مستعد ندعو لكم إن شاء الله ونزور عنكم نيابة في هذه الليالي المباركة إن شاء الله جعيلي وأقلدك الدعاء والزيارة خادمك يا أمي خادمك سجل أسماء بناتي وليدي تفضل تفضل يا أمي تفضل سجل أسماء بناتي وولدي نعم إي والله سجل اسم أستاذ مشتاق سجل اسم تغريد إي والله سجل اسم تغريد ورغاب الله يعطيك العافية الله يسلمكم يعطيك العافية ربي يبارك بكم سجلنا الأسماء إن شاء الله ورغاب نعم وعبير نعم إسراء استبرى يعطيكم العافية هذا شهر رمضان والله يعافيكم والله مريضات وصايمات سناتي الحمد لله وليداتي علي الله يبارك بكم إن شاء الله ما راح نساكم واللي ذكرتيهم أيضا من الدعاء والزيارة شكرا إن شاء لكم. الله ويحفظكم ربي يبارك بكم يا شكرا القناة شكرا لكم شكرا لكم لله والمولاي الحسين اللهم صل على محمد وعلى شكرا لله حياكم الله شكرا حياكم لله والمولاي شكرا الحسين لكم ولاتصالكم الطاهرة المباركة الله يبارك بكم يا أم علي الله يبارك بكم ويحفظكم إن شاء الله جزاكم الله ألف خير شكرا جزيلا إن شاء الله تعالى كل اللي يتصلون بالبرنامج عهدنا مع الإمامين الجوادين هو ذات العهد معكم في أن نكون إن شاء الله تعالى على قدر تحمل المسؤولية هذه المسؤولية الملقاة على عاتقنا بأن ننوب عنكم بالزيارة وما نحن هنا إلا في خدمة جميع المحبين والموالين نأخذ اتصال الأخت آية من الدجيل السلام عليكم يا باب المراد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تقبل الله طاعتكم في هذا الشهر الفضيل تقبلوا بالزيارة ونسألكم الدعاء يا أخت آية السلام عليك يا باب المراد السلام عليك يا محمد الجواد السلام عليك يا موسى بن جعفر الكاظم رمضان مبارك عليكم إن شاء الله الله يتقبل منكم صالح الأعمال إن شاء الله يا رب شهر خير ورحمة علينا وعلى أمة محمد
السلام عليك يا باب المراد، السلام عليك يا محمد الجواد، السلام عليك يا حليف السجدة الطويلة والدموع الغزيرة والمناجات الكثيرة والضرعات المتصلة، السلام عليك أيها المعذب في قعر السجون وظلم المقامير بالساق المرضوض بحلق الخيول والجناز المنادى عليها بذل الاستخفاف، السلام عليك يا راهب بني هاشم، السلام عليك يا طبيب بغداد، السلام عليك يا أسد بغداد، السلام على جواد الأمة، السلام على شباب الأمة، يا أبا الحسن، يا موسى بن جعفر الكاظم، يا ابن رسول الله، يا حجة الله على خلقه، يا سيدنا ومولانا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا، يا وجيها عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله، يا أبا جعفر، يا محمد ابن علي أيها التقي الجواد، يا ابن رسول الله، يا حجة الله على خلقه، يا سيدنا ومولانا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا، يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. اللهم السلام على سيدي ومولاي فاطمة المعصومة، السلام على سيدتي مولاتي فاطمة المعصومة، السلام على سيدي مولاي علي بن موسى الرضا شمس الشموس أنيس النفوس، اللهم بحق فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها وبحق السر المستودع فيها، اللهم عجل وليك الفرج، اللهم شافي وعافي كل مريض، اللهم اقض حاجة كل محتاج، وإن شاء الله يا ربي يقضى حوائجكم ويشافي مرضاكم ويوفقكم. أستاذ مشتاق ممكن تسجل لي أسماء؟ نعم تفضل وذكر الأسماء وإحنا بخدمتكم إن شاء الله. أستاذ مشتاق أريدك تسجل لي اسم والدتي المرحومة ليلى، وبيبيتي المرحومة زهرة، والمرحومة العلوية خلود عبد الرزاق، الله يرحمها برحمته الواسعة، والطفل عباس ابن كاظم للشفاء، والطفل حسن للشفاء، والطفل عبد الله للشفاء من مرض السكر، وأم حسين لقضاء الحاجة وللشفاء، وأم إدريس للشفاء. قلتكم الدعاء والزيارة وصلاة ركعتين، وإن شاء الله يا رب يقضي حوائجكم ويشفى مرضاكم ويوفقكم عند سادتي وأمة باب الحوائج موسى بن جعفر، إن شاء الله تعالى ندعوكم جميعا، وإحنا مناسككم من الدعاء والزيارة على سيدي ولاي الإمارين العسكريين والسيد محمد بن عبدالشيال. شكرا جزيلا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام، نسألكم الدعاء إن شاء الله تعالى هنالك عند السيد محمد سبع الدجيل، إن شاء الله تعالى يوفقنا وكل السادة المشاهدين لزيارة مراقد السادة الأوصياء وكذلك مراقد الأئمة الأطهار في عراق علي، سيما المشتاقين. حقيقة أقولها من صميم القلب، هي دعوة إن شاء الله تعالى بأن يرزقنا الله وإياكم ما نتمنى وما تتمنون، وأخص بذلك من دعائنا هو أن ننال شرف زيارة سادتي وأئمتي أهل البيت سلام الله تعالى عليهم. نأخذ اتصال الأخ علي من محافظة المثنى، سلام عليكم يا باب المراد. عليكم السلام ورحمة الله، السلام عليك يا ولي الله، حياكم الله أخ علي وتقبل الله طاعاتكم إن شاء الله. السلام عليك يا نور الله في ظلمات الأرض، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك وعلى آبائك، السلام عليك وعلى أبنائك، السلام عليك وعلى أوليائك، أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وتلوت كتاب الله حق تلاوته وجاهدت في حق الله حق جهاده وصبرت على الأذى، السلام عليك يا مولاي، اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد، بارك الله بك يا أخ علي، والله يطيب أنفاسك إن شاء الله تعالى ويتقبل أعمالكم. شكرا جزيلا لك يا أخ علي، وإن شاء الله تعالى سأنوب عنك وعن الأهل جميعا بزيارة سادة وأمة أهل البيت الإمامين الجوادين موسى بن جعفر الكاظم سلام الله تعالى عليه وحفيده الإمام محمد بن علي الجواد، داعيا لجميع الأخوة والأخوات لجميع الشباب بأن يحفظهم الله عز وجل وأن يكفيهم شر الأشرار وكيد الفجار إن شاء الله تعالى. من واسط معنا الأخت زهراء، سلام عليكم يا باب المراد. نعم الأخت زهراء من واسط معنا على الهواء مباشرة، تفضلوا وتقبل الله طاعاتكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا باب المراد،
يا باب المراد. شهر رمضان مبارك عاده الله علينا وعليكم باليمن والبركة إن شاء الله. آمين يا رب العالمين، تقبل الله طاعاتكم. السلام عليكم يا وليي الله، السلام عليكم يا حجتي الله، السلام عليكم يا نوري الله في ظلمات الأرض. أشهد أنكما قد بلغتما عن الله ما حملكما، وحفظتما ما استودعتما، وحللتما حلال الله وحرمتما حرام الله، وأقمتما حدود الله وتلوتما كتاب الله، وصبرتما على الأذى في جنب الله محتسبين حتى أتاكما اليقين. أبرأ إلى الله من أعدائكما وأتقرب إلى الله بولايتكما. أتيتكما زائرا عارفا بحقكما، مواليا لأوليائكما، معاديا لأعدائكما. فاشفعا لي عند ربكما، فإن لكما عند الله جاها عظيما ومقاما محمودا. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج. أستاذ مشتاق نسألكم الدعاء، وإن أمكن أن تدعوا لهاشم وتحسين وأحمد وزينب. شكرا لكم ووفقكم الله لكل خير إن شاء الله. يا باب المراد، يا باب المراد. يا أختنا الكريمة، الله يوفقكم ويطيب أنفاسكم إن شاء الله تعالى. وأدعو الله عز وجل أن يوفقنا وجميع السادة المشاهدين من الأخوة والأخوات كبارا وصغارا حقيقة أن نمتثل لطاعة الله عز وجل في هذا الشهر المبارك، وأن نكون على قدر عال من المسؤولية، وأن نتخلق بأخلاق أهل البيت سلام الله تعالى عليهم، وكذلك نتخلق بأخلاق العترة الطاهرة في هذا الشهر الفضيل، وأن نحترم قدسية هذا الشهر الكريم، نحترم هذا الشهر حقيقة. وليكن من له عذر ومفطر قد أفطر في أيام شهر رمضان في نهار شهر رمضان أن لا يتجاهر في إفطاره كما يحصل للأسف الشديد في بعض الأماكن. نأخذ اتصال الأخت نور من واسط. سلام عليكم يا باب المراد. وبركاته. الأخت نور أنت معنا على الهواء مباشرة إن شاء الله في برنامج باب المراد، حياكم الله. مبارك عليكم الشهر الفضيل، الله يتقبل إن شاء الله منكم صالح الأعمال، والله يتقبل الطاعات إن شاء الله بحق محمد وآل محمد. السلام عليكم يا ولي الله، السلام عليكم يا حجتي الله، السلام عليكم يا نور الله في ظلمات الأرض، السلام عليك يا سيدي يا مولاي يا إمام يا موسى بن جعفر الكاظم يا باب الحوائج رحمة الله وبركاته، السلام عليك يا سيدي يا مولاي يا إمام يا محمد الجواد يا باب المراد. يا شباب الأمة رحمة الله وبركاته، سيدي يا مولاي يا إمام يا موسى بن جعفر يا وجيها عند الله أشفعنا عند الله، سيدي يا مولاي يا إمام يا محمد الجواد يا وجيها عند الله أشفعنا عند الله. اللهم ارزقنا قريبا عاجلا زيارتهما في الدنيا وشفاعتهما في الآخرة بحق محمد وآل محمد. اللهم اقسمنا في هذه الليلة في سجل إفطارهما بحق محمد وآل محمد. اللهم عجل لوليك الفرج، ادعم أمنا وسار وأهوانا. اللهم اشف كل مريض، اللهم اقضي حوائج المحتاجين، الله يحفظكم ان شاء الله. قادر قناه كربلاء المقدس وقادر هذا البرنامج، الله يوفقكم يحفظكم ويوفقكم ان شاء الله بحق الامامين. شكرا جزيلا لكم، الله يحفظكم. الله يبارك فيك يا اخت نور، شكرا جزيلا لكم، الله يحفظكم ويوفقكم ان شاء الله تعالى. ناخذ اتصال ام بشير من من مملكه النرويج. سلام عليكم يا باب المراد. الاخت ام بشير اذا كنت تسمعين انت معنا في برنامج باب المراد، والذي ياتي لجميع المشاهدين الكرام من رحاب الإمامين الجوادين، تفضلوا. نأمل أن تعاود الاتصال بالبرنامج أم بشير إن شاء الله تعالى، رغم أنه إحنا سجلنا الاسم إن شاء الله تعالى، وراح تكون لكم زيارة بالإنابة إن شاء الله تعالى في هذه الليلة المباركة. وأدعو الله عز وجل. نعم، ناخذ اتصال اخر. الاخت ام علاء من محافظه بغداد. السلام عليكم يا باب المراد. عليكم السلام يا باب المراد. السلام عليك يا باب المراد، يا باب المراد. تفضلوا على محمد وعلي بالزياره، حياكم الله. رمضان كريم عليكم ان شاء الله، وعلينا وعلى امه محمد يا رب، وجعل خير عليكم وعلينا وعلى امه محمد يا الله. السلام على باب المراد، السلام عليك يا موسى الكاظم،
السلام على محمد الجواد، السلام على السيدة محصومة، يا سيدتي يا مولاتي، بحق مو شكار مصلحات وحاجات كل محتاج يا الله. اللهم شافي كل من مريض يا رب، وشافينا وعافينا يا الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم بحق هذا الشهر العظيم رب عود علينا بالصحة والعافية والإيمان يا الله. صل على محمد وآل محمد. سجل سامين أحمد الله واجلك، أزور بالنيابة عني وعن والدي ووالد والدي وعن أخواني وعن وليداتي وبنياتي وعن زوجي صحة وعافية. رب سجل آلاء قضاء حاجة هنا بالشفاء، سجل إن شاء الله. ندعو لكم يا أم علاء، اللهم صل على محمد وآل محمد. شكرا لاتصالكم وربي يحفظكم إن شاء الله تعالى. حياكم الله، إن شاء الله ما ننساكم من الدعاء الليلة عند الإمامين الجوادين. الأخت أم بشير من النرويج عودت الاتصال بالبرنامج، نرفع نداءنا مع أم بشير ومع كل اللي يتابعون البرنامج، ونقول يا باب المراد يا باب المراد يا باب المراد. هذا نداءنا لقضاء الحوائج وشفاء المرضى إن شاء الله. أم بشير إذا كنت تسمعيننا تفضلوا. حياكم الله. إن شاء الله تعالى الجميع بخير. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة والإكرام. حياكم الله يا أم. يا باب المراد يا باب المراد. سلمي على الإمامين يا أم بشير، الله يحفظكم. السلام عليكم يا أم، كل عام وأنتم بخير إن شاء الله، ورمضان كريم عليكم. الله يبارك لنا وإليكم إن شاء الله في هذا الشهر الفضيل المبارك يا رب. أرد العافية منك يا سيدي ومولاي، ستر على وليداتي سيدي ومولاي موسى بن جحفر خالة، الله يوفقك. يا باب المراد يا موسى بن جحفر، باب الحوايج يا باب الحوايج. إن شاء الله صوتكم مسموع يا أم بشير، وحقيقة يعني أنا خادمكم أعتذر من الجميع. اليوم كما تعرفون هنالك يعني ظروف جوية تصعب حقيقة يعني سماع اتصالاتكم بشكل واضح، وإن شاء الله تعالى قبل أن يسمعكم خادمكم قد سمع نداءكم الله عز وجل، قد سمع دعواتكم الله عز وجل، والإمامين سلام الله تعالى عليهما ليدعون لكم في هذه الليالي المباركة، ليالي الشهر الفضيل. وإن كان هنالك اتصال أستاذنا المخرج. الأخت أم علي معنا من محافظة ذيقار، السلام عليكم يا باب المراد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تقبل الله طاعاتكم وصيامكم يا أم علي. رحم الله والديك من الجميع. تفضلوا بالزيارة وادعوا لعموم المؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها، تفضلوا. السلام عليك يا مولاي يا موسى بن جحفر، وعلى آبائك وعلى أخوتك وعلى محمد الجواد. السلام عليك يا أبو طلب اللي عندك يتبارك مولاي، لا تشمي وتدرك حاجتي يا مولاي، أريد الصحة والعافية وسلم حمدي يا مولاي يا موسى بن جحفر. نظرا منك مولاي وكل شيء أدق بابك فيه كاظم، لا ونعم الباب مولاي. ونعم الباب باب الحوائج موسى بن جحفر. بجاه عالي لهاي بجاه يا رمضان، بكون كل من عنده جاعتكم، وانا خاشي جدا مولاي يا موسى بن جحفر. مولاي تفرح قلبه وديك دايره، بجاه جدك بجاه امير المؤمنين بجاه رسول الله عنده بجاه الحسين الشهيد. سولفي سولفي ام علي، سولفي ويا الامامين سلام الله عليهم، يسمعون صوتكم ترى. الله يجبر بخاطرك بحق الجوادين يا رب يا مولاي يا مولاي يا باب الحوائج، وانت الكريم نظره 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 لزوارك، نظره لزوارك اتعبتهم الدنيا اتعبت حالهم. كل داعي يا الله، اللهم اكف كل عريان يا الله، اللهم استر اعراضنا بعرضك ورازينا بعندك يا الله.
اللهم تقدم منا هذا القليل واعف عنا الكثير برحمتك يا ارحم الراحمين. اخوي تستر عليك الزهره ان شاء الله، سجل اسمه علي، محتاجه دعاءكم. خادمكم يا ام علي، انا سجلت الاسم ان شاء الله. علي وعباس وزين العابدين ومحمد رضا. تستر علي بدا يا رب يا رب يا رب ان شاء الله تعالى بحق صاحبي هذه الروضه المباركه موسى والجواد ان شاء الله تقضى جميع حوائجكم الليله يا ام علي. يسر عليكم ان شاء الله. امين ان شاء الله، يسر على جميع نسائنا، على جميع اخواتنا ان شاء الله تعالى، بناتنا امهاتنا، يا رب يا رب ان شاء الله تعالى. وان شاء الله ما ننسى الجميع من الدعاء، وان شاء الله تعالى في هذه الليالي المباركه، في هذه الليالي الكريمه التي يزدح بها المؤمنون بأصواتهم وهم يلحون بالدعاء على الله عز وجل. وأقول لهذا الشهر الفضيل بهذه الأبيات: رمضان يا شهر الفضائل، رمضان يا شهر الفضائل والهمم، شهر أفاض به، شهر أفاض به الإله من النعم، شهر الهدى فيه تنزل رحمة قرآننا مسك الختام المغتنم. رحمك ربي، رحمك ربي اغفر ذنوبي كلها وأرح فؤادا، وأرح فؤادا، وأرح فؤادا مثقلاً مثقلاً من كل هام. يا الله وأنت أرحم الراحمين، وأنت يا رب العالمين أسمع السامعين، وأنت القائل يا الله في كتابك الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، ادعوني أستجب لكم، ادعوني أستجب لكم. ها نحن ندعوك يا الله ونلح عليك بدعائنا، ونحن في رحاب خليفتيك المفروض علينا طاعتهم، موسى بن جعفر الكاظم ومحمد بن علي الجواد. إلا شافيت وعافيت جميع المرضى يا الله. اللهم نقسم عليك بشفاء مرضانا وسلامتهم من كل سوء ومن كل مكروه، وأخص بالذكر، وأنتم لكم الأجر والثواب أيها الأخوة أيها الأخوات بدعائكم معي للحبيب الأستاذ مخرج البرنامج أيضا الأستاذ علي داود، ندعو له
الشفاء العاجل وبالصحة والعافية إن شاء الله تعالى بعد إجرائه لعملية جراحية إن شاء الله تعالى تكلل بالنجاح وأن يتعافى ببركة دعواتكم في ليالي شهر رمضان المبارك إن شاء الله تعالى. ولا ننسى وإياكم أيضا الأخ الطيب صادق السهيل من صالح دعائنا في هذا الشهر الفضيل. نعم أيها الأخوة أيها الأخوات، دعوني أعاود استقبال اتصالات الأحبة من الأخوة والأخوات من شيبتنا من نسائنا من الأخوة والأخوات الشباب في هذا البرنامج وهم يسلمون على الإمامين الجوادين. واستقبل اتصال أم وليد. السلام عليكم يا باب المراد يا باب المراد يا باب المراد يا باب المراد يا سيدي يا مولاي يا محمد الجواد يا من شديد عفر. السلام عليك يا سيدي يا مولاي. السلام الله عليكم. السلام عليك يا سيدي يا مولاي يا محمد الجواد. السلام عليك وعلى موسى بن جعفر. السلام عليك وعلى الرضا ابو محمد. السلام عليك وعلى معصومه. يا سيدي يا مولاي ازور هذه الزياره نيابه عن وليد المرحوم مرتضى ونيابه عن وليد المرحوم عياد. اللهم ان شاء الله بحق هذا الشهر الكريم ان تجعل هاي الزياره لهم مغفره ورحمه وتنزل عليهم المغفره والرحمه والسرور بحق هذا الشهر الكريم يا رب. بحق هذا الشهر يا رب يتشفع لهم يا الهي وان توكلهم يا رب العالمين وان تغفر لهم يا رب العالمين بحق موسى بن جعفر بحق محمد الجواد. اقسم عليك بالرضا ابو محمد ومسافه البعد بينك وبينك. اقسم عليك بسيدتي ومولاتي المحصوم ان تغفر لوليدي وان توقف لهم توقف لولدي يا سيدي يا مولاي يا موسى بن جعفر يا محمد الجواد. تقريب على رب العالمين تشفع لهم اريدك بحق هذا الشهر الكريم توقف لهم. امين امين يا رب وترحمهم من ضيق القبور وتنور قبورهم الجاهد يا سيدي يا موسى بن جعفر الجاهد يا حسن يا علي. يا الله يا الله هذه ايام مباركه حقيقه ايام شهر رمضان يعني ادعو الله بنيات خالصه وسيما نحن الآن في هذا الرحاب الطاهر وأنتم متوجهين بنيات خالصة إن شاء الله تعالى وبقلوب خاشعة إلى الإمامين الجوادين لنقدمهم بين يدي حاجاتنا إلى الله عز وجل. سائلين الله أن يقضي حوائج المؤمنين. سائلين الله أن يقضي حوائجكم إن شاء الله تعالى. يا موسى بن جعفر يا محمد يا رب هذا اليوم عندك يا سيدي يا الله الله يجبر بخاطركم ان شاء الله يا رب العالمين. اريدك تشفع لهم وتوقف لهم يا سيدي يا مولاي يا مولاي. امين امين يا رب العالمين. من ضيق القبر يا سيدي وتنور قبورهم وتزاد يا ابو الحسن يا علي يا علي الله يصبركم والله يرحم امواتكم جميعا ان شاء الله تعالى واموات المؤمنين من علماء وشهداء وكذلك من خدمه لاهل البيت سلام الله عليهم. الله والديك يوم الله يجبر بخاطرك يا أم إن شاء الله تعالى ويجبر بخاطر كل فاقد حقيقة عزيز على قلبه. شكرا جزيلا. أسأل الله عز وجل أن يجبر بخواطر المؤمنين والمؤمنات يجبر بخاطر كل فاقد من فقد عزيز على قلبه سواء كان أب أو أم أو أخ أو أخت أو أي من الأرحام أو الأصدقاء أو الأحبة أو من خدمة أهل البيت حقيقة وما أكثرهم وهم بأمس الحاجة اليوم بأمس الحاجة إلى دعواتنا وحقيقة مع الإفطار ومع السحر إن شاء الله تعالى وفي كل ساعات شهر رمضان المبارك أن ندعو لهم وأن نشركهم في أعمالنا ونهدي لهم ثواب ختمات القرآن الكريم. دعوني أخذ آخر اتصال في حلقة هذا اليوم. الأخت مريم من واسط. سلام عليكم يا باب المراد. الأخت مريم إذا كنت تسمعين تفضلوا بزيارة الإمامين الجوادين سائلينكم الدعاء أيضا للمؤمنين والمؤمنات. السلام عليكم يا باب المراد يا باب المراد يا باب الحواج يا موسى بن جعفر. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة والإكرام وتقبل الله طاعاتكم يا أخت أتمنى. السلام عليكم. صوتكم مسموع إن شاء الله تفضلي استرسلي بكلامك يا أخت مريم. اسمعيني من الجوال اذا
طول الله معنا وراكم، الله يبارك فيك، رمضان مبارك ان شاء الله عليكم علينا وعليكم ان شاء الله تعالى، والله يتقبل صالح الاعمال يا رب. يا باب المراد، يا باب المراد، يا موسى والجوال، السلام عليك يا سيدي يا مولاي، يا مولاي يا موسى بن جعفر، السلام عليك يا سيدي يا مولاي يا محمد الجواد، عليكما مني سلام الله ابدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله اخر العهد مني بزياده. يا سادتي يا مواليني، توجهت واستشفعت واسندت بكم الى الله وقدمتكم بين يدي حاجاتي، يا وجهها عند الله اشفع لنا عند الله، يا وجهها عند الله اشفع لنا عند الله، إلهي نقسم عليك بفاطمة وأبيها وبعدها فمنها بحق التسعة المحرومين من ذريتهم، اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج واملأ به الأرض نورا وخفنا عزا كما ملأت فجورا وظلما وجورا، اللهم بحق شهر رمضان مبارك، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وفقنا بحق محمد ربيز ووفقكم ويقبح وائلكم، الله يبارك بالجميع إن شاء الله تعالى، وفقكم على هاي الخدمة المباركة إن شاء الله. أخوي مشتاق ممكن سجلنا أسماء؟ تفضل يا أخت مريم، خدمتكم إن شاء الله. سجلنا اسم باسم وعائلتي، نعم، ابتسام وبناتي، لميا وزوجها، جدي أبو باسم، سجلنا حسين بن سهام، نعم، كما إن شاء الله خلدنا دعوة الزيارة، ربي يقضي حوائجكم ويشافي مرضاكم إن شاء الله، إن شاء الله ما ننساكم من دعوة الزيارة، الله يبارك بكم يا أختي، إن شاء الله رمضان مبارك عليكم، علينا وعليكم، ربي يقبل صيامكم، آمين، آمين يا رب العالمين، محمد وآل محمد، ربي يوفقكم في هاي الخدمة، الله يتقبل منا منكم صالح الأعمال إن شاء الله تعالى، الله ربي ربي يبارك بالجميع إن شاء الله، ربي يبارك، اللهم احفظنا بعثنا على سيدنا محمد وآل محمد، شكرا جزيلا، ان شاء الله تعالى ما ننسى الجميع، ولدينا مجموعه من الاسماء اللي بعثت الينا في هذه الحلقه، ان شاء الله تعالى ندعو لهم جميعا، وابدا بالدعاء للحبيب الاستاذ علي داوود احد كوادر قناه كربلاء الفضائيه في مكتب بغداد، بعد اجرائه لعمليه جراحيه ان شاء الله تعالى الليلة من عند سيدي ومولاي باب الحواد موسى بن جعفر والجواد، ندعو له بالشفاء العاجل إن شاء الله تعالى، ولا ننسى في هذا الشهر الفضيل دعاء لأبو هاني وأم هاني بالصحة والعافية وقضاء الحوائج، وكذلك زينب ورقية ومحمد وزهرة قضاء حوائجهم، وأن يوفقوا لزيارة أهل البيت سلام الله تعالى عليهم، دعانا لأبو مهدي وأم مهدي وعلي ومهدي ومؤيد وحسين وحسن بقضاء حوائجهم وتوفيقهم والنجاح وبلوغ الزيارة إن شاء الله تعالى، دعائنا للأخ هاني وابتهال وفاطمة وفردوس وفاضل وحسين بالذرية الصالحة وصالح وخديجة وسجاد وآية وزينب وعبد الله ونور وسهراء وزينب بقضاء الحوائج إن شاء الله تعالى، وكذلك مهدي بن ليلى التوفيق بدراسته الجامعية، وكذلك دعائنا للأخت زهرة علي من الإحساء بالتوفيق إن شاء الله تعالى، وكذلك لا ننسى دعائنا للمرحوم السيد زامل النوري بالرحمة والمغفرة ولعقيلته بالشفاء، ولأولاده السيد ياسين النوري أبو زامل وعائلته السيد زامل والعلوية زمزم وأم زمزم بالتوفيق والسداد والصحة والعافية، وكذلك لأخيه السيد شريف النوري وأولاده السيد فجر والسيد فضل بالتوفيق والعافية، دعائنا للمرحوم حيدر شهيد الإبراهيمي بالرحمة والمغفرة، دعانا للمرحوم السيد نجيب الموسوي بالرحمة والمغفرة، وكذلك للمرحومة فاطمة خلف بالرحمة والمغفرة، دعائي لأخوتي سجاد العتابي وطه العتابي بالشفاء العاجل، وكذلك دعائي للوالدة بالشفاء إن شاء الله تعالى، لا أنسى الأخت شريفة أم فاطمة من سلطنة عمان بالشفاء لولدها محمد إن شاء الله تعالى، وكذلك دعائنا لها بالسلامة وأن يرزقها الله عز وجل الطمأنينة ببركة موسى والجواد، دعائنا للمرحوم أبو علي بالرحمة والمغفرة، ولأم علي بالشفاء، ولأم عبد الله والطفل عباس بالشفاء إن شاء الله تعالى، دعائنا لأخوات ندى وزينب وزهراء بحفظ القرآن وقضاء الحوائج، الأخ حسين و الأخ حيدر بالنجاح، والأخ علي بالرزق، وكذلك حسن بالنجاح، دعائنا إلى أم عبد الله والأم علي وأم روان وروان إن شاء الله تعالى ورتاج بالشفاء والسلامة، ودعائنا للأخت إيمان بتسهيل الولادة
وكذلك لا ننسى الأخ مرتضى حميد ووالدته وأخته فرح حميد بالشفاء العاجل، والحبيب الطيب أحمد عزيز العتابي بالشفاء، ولأختي أم فاطمة إن شاء الله تعالى بالشفاء ودوام الصحة والعافية، ودعائي لأبو أمير الزبيدي والعلوية أم أمير الحسيني بالشفاء العاجل إن شاء الله تعالى. الآن أدعوكم بأن تتوجهوا معي لزيارة الإمامين الجوادين سلام الله تعالى عليهما. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكما يا وليي الله، السلام عليكما يا حجتي الله، السلام عليكما يا نوري الله في ظلمات الأرض. أشهد أنكما قد بلغتما عن الله ما حملكما، وحفظتما ما استودعتما، وحللتما حلال الله وحرمتما حرام الله، وأقمتما حدود الله، وصبرتما وتلوتما كتاب الله، وصبرتما على الأذى في جنب الله، محتسبين حتى أتاكما اليقين، أبرأ إلى الله من أعدائكما، وأتقرب إلى الله بولايتكما، أتيتكما زائرا عارفا بحقكما، مواليا لأوليائكما، معاديا لأعدائكما، مستبصرا بالهدى الذي أنتما عليه، عارفا بضلالة من خالفكما، فاشفعا لي عند ربكما، فإن لكما عند الله جاها عظيما ومقاما محمودا. السلام عليكما يا حجتي الله في أرضه وسمائه، عبدكما ووليكما، زائركما، متقربا إلى الله بزيارتكما. اللهم اجعلني لسان صدق في أوليائك المصطفين، وحبب إلي مشاهدهم، واجعلني معهم في الدنيا والآخرة يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم نقسم عليك في هذه الأيام المباركة وفي ليالي شهر رمضان المبارك إن شاء الله تعالى أن توفقنا لكل خير، وأن لا تحرمنا هذه النعمة وهذا الشرف. وحتى نلتقيكم أيها الأحبة، أيها الأخوة، أيها الأخوات، أسألكم الدعاء واستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كل يوم لك من رب الأمان، كل يوم لك تعلو قبة لمعاليها مراسيم تقام. حضرة عندك كبرى تزدهي، آمنا فيها يرى حتى الحمام. زمر الأملاك تهوي سجدا في ثراها لصلاة أو صيام. أثرت دون السماء فيها المقام، كاظم الغيظ سلاما يا إمام. أمرت صرحك أملاك السماء، وأيادي العاملين الشرفاء، ولذا صحنك أمسى مفخرا. الشوق مضنا به زند النوى يشتد قدحا. علي أفض من التوفيق رشحا، وهبني من سما الإلهام نفحا. إذا ألهمتني فالشعر وحي، وإلا ارتد منه الحسن قبحا.